ربك إله واحد وعوتين والآخرية ودواله وغدد انت ووقيك لوحن لها والبهار إيه وسواس علوشه وهنت إيه ولا عيك مجره وكاواقي بريه ولا لها دين ليه ورير ليسك مرده ولا قوتك عوده ووقيك لوحن لها ملكنا واسعون نمعظوا اي ورانتهان اله وديسنو وكاواقي بريه ولا لها دين ليه ورير ليسكو مرده وانا قوتكو عودو ووغي كالوحن لها حرية ويناتي ايو اسلام مواسيان اله وديسنو وكاواقي بريه ولا لها دين ليه ورير ليسكو مرده وانا قوتكو هاودا كورنتو عن اوناكسن داولياش شقي ما قياله وحنكسو لواتان برنامج كين الجمعة برنامج كاسوات كود داوان كرتان وحيابو كالدوان هدية فن اي برنامج لصود كوبي ان كور وحنيت سو اذن شاقينا ان سما تي في اذن دياريسي ويبسايت كازو اكد اكيل كردان www.samatvmn.org يو راديها اد كدقي سنكرتيو وحا وح ورارك ورارك مالين والبا تلايفن كاد كلا سعون كرتيدنا وحاويب ام وحاد وعيسان نبرك اه تدبا هاللابو افر سدح لابو لحسقال تدبا كورنتو عان او ناكسن برنامج كيني كسولو هذا جمعالها اها واد كو كو kada wan kartaan barnaamijyo kala duwan oo idinku soo talagalay Sama TV. Sama TV waxa ku soo diray Cabdi Kariim oo barnaamijka aad isku soo habay Maxamed Cali iyo isagana xaga farsamada oo qabilsan iyo aniga ah Timir Cali Maxamuud oo lamaanteeba idin leh Sama TV ku soo dhawaada www.samatvmn.org iyo raadiyaha aad kala xiriir aad ka dhigaysan karto waxa mar wararka markaa cusub وانا وعي كدان تليفون نمبركا 712-432-6977 كولنتي وعان اوان اكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم
أتيته وأهلني بقول رتيه معناه يبرد
على بيع أخيه منك ولاتي وحق غلبي
الذهب بالذهب معناه إذا ربا إلا هاء وهاء من
أصلي أصحى يا الدين ما كان لك القاري حكفة يسلينا وحر رجاها ضيع واحد من الغناء معناها وده روح هاي مجلس المجلس العقدي كل يدخل وحكى القاري واحد يبقى مثل خيار مجلس يوحد روح هاي يا خيار شمدي ما كان إنه خيار مجلس جاي هاي ومقع ماشي ونقر قاتمه وينا وحر كان لقاك كانوا سعين تاسي ماشي ويقول الذهب بالذهب إلا وقع ريما وهي إلا هاء وهاء إلا مكالك القاتلين والبر بالبر إلا سجن ريما وهي إلا هاء وهاء والشقير بالشقير ريما إلا هاء وهاء عاصنا وابدية قيبتا كانوا أيضا النصة صمت الله بيدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحوري لا تمير بالذهب الذهب كهجرنا بالذهب إلا مثلا بمثل إنه استلئك يهيم ويعجني أنت عندك علوم شيء إن مرك هذا كلام هذا يبوينا نسقيك غير أن علوم شيء إنه ما كلام بغلي إلا أنا مثلا بمثل ولا تشفر بعضها على بعض بركة وبركة كيا رجبي ولا تبيعوا هيدينا الورقة بالورقة لا عت وراءها سر معنا دور فوق يوحى لملا يا الله وقل إلا مثلا بمثل أو بقول دولار سوف يقول لك ان
Thank you.
كبروا نبي الله صلى الله عليه وسلم. عن الحديث الرابع عن ابي بكر رضي الله عنه قال وحوري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري عن الفضه بالفضه، معناها عن بيع الفضه بالفضه، ان معناها فضه فضه ما قدروا وحوري والذهب بالذهب الا سواء بسواء. هو سواء ما حديثي الى السلك يهموين. وامرنا نبي وحونا بي ان نشتري الفضه بالذهب كيف شئنا سابقا، ونشتري الذهب بالفضه كيف شئنا سابقا. قال وحولي فساله رجل بويدي فقال وحولي يدا بيدي، فقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي وحولي عليه الصلاه والسلام حديثا ان روى عروض السنه لسكره وهاب ومعناها فضيه في الذهب يذهب الا سواء بسواء ليسير يموين. وكان سوف يقول النبي وحنا بي إن أن يسوق أنه مبادا كالدور الله بي فضاء سامو دون أن يسوق أنه كدي نقرار بكرة عيه وإيه يد بيد وإن إليك وإن كان بضع معنا كيف تشاو سيو كالدري إذا بينا عوايا بعد مقولك الدورة إذا بي إنه شام بقولك كالدور الله يعني أنا وحوية كيف تشاو بقولين وساسيا عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء يسير الجنود. وأمرنا وحنا أمري أن نشتري إلى نوي من الفضة بالذهب كيف ما كيف شئنا. ونشتري عمودا الذهب بالفضة كيف شئنا. قال الحوري فسأله رجل ما ويدي، فقال الحوري يد بيد أن تكون يد بيد مع وائلته. فقال الحوري هكذا سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى عيال ساكا مقلين. هذه هو حكم الجهل تعليل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إن روعة إلا إلى سيرة يموي وكو فحكى له كل الجهل ذهب كي معناها ذهب كما قلت لك هذه إسلاك عن شاء الله وشد هذه لها وواش أنه التماثل بينهما إن إسلاك هذا ورمزوك مثل كمدين مثل كما تقابل في المجلس باش ما له برقات. فحكى له كل الجهل جواز الذهب بالفضة ذهب كي يفضل إلى سكر كرم معناها ذهب يا رعتك وحكى رجل كفر لنا يلا إن لبنا العقود مقرنا إنسا لبنا العقود ذهب كي يتكري إن يكربنا كرم وكفر لي سنجد تعالى وكفر لي سنجد بابو نعني كان أبو حبابي وحل إلى رهنت إنه قرامي أنا قال أساسنا يا سمالي قرامي وحلو يقرم أيوك نوب بابي رنا ربع ليلة الشرقية وانا بحق القضاء حلوية قنا أنا عقبوت ودوام وحمل معناها كل الجبل القضاء حلوية قنا معناها درشة الملك روكا وأفهم معناها ليش أنت كل جيا شرقية ربع ليلة جعل معناها جعل قائم إن حوار الله يرى دين دفتر لما الله يقول يا معناها لك سوكتو أيام وحاجة ربع ليلة مركب حديث كبور مكة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود دعاما ورهنه درعا من حديد. حديث كبور يا نبي عليه الصلاة والسلام حسني من يهود يا أيوب حكك لنا وحلى يا كاشم حكك لنا نبي رضي الله عنه وحمر كموسى ليس مخوكته دير عيسي ودعاك ومعنى بروح عيه وقالت لي هولاس أيوب حسنيته ننكي أكاري وحولي كرسيها يسألها لعقالي كالكيري فكأنا يتبنى أنتها بواحد حديث كان يدريب تعليم أنتو لأنه نبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام فكأنا خفا قلت له الله هاشين كان قابل إياه ثلاثة كان نصيها يسألها معنا الشيء كان نصيها يسألها معنا قابل إياه إنا يتبنى أنتها من كفا يسألها نبي قلوا عم اشترى وحولي من يهود من يهود من عام كاكتري ورهانه وحرور رهانه يهودي وحرور مريري درعاً من حديد درعه يسورها حديث وحي كفى لسينا جواز رهان مع ثبوت في كتاب معناه عزيز يا يلا معنا مقاها إلى البنان تعيسي حديث يا ديلك المصارفي إلى يهدر هذا البنان وحي كفى لسينا وحي كفى لسينا وكلم جواز معاملة الكفار إلى من
أبوك العالم
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.